في فيديو اليوم سأريكم طريقة حجز غرف الفنادق أو شقق عبر الإنترنت، ويوجد طريقة حجز بدون بطاقة ائتمان. Coming up. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. اسمي نور إبراهيمي، وفي هذه القناة أقدم فيديوهات سفر، مغامرات ونصائح مثل هذا الفيديو كل اثنين وخميس. إذا كانت هذه أول مرة لكم في القناة، يمكنكم الاشتراك عبر الضغط في الزر الأحمر وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد. هذا الفيديو هو تكملة للفيديو السابق الذي كنا تكلمنا فيه عن طريقة التحضير لرحلتكم المقبلة بأقل التكاليف ممكنة. كنا تطرقنا لأربعة مواضيع، وهي حجز تذكرة الطائرة، حجز الفنادق، الأكل والفيزا. يمكنكم مشاهدة الفيديو عبر الضغط هنا ثم مشاهدة هذا الفيديو لاحقا، كما يمكنكم إيجاد الروابط تحت في صندوق الوصف. إذا في الفيديو السابق كنا تكلمنا بصفة عامة عن المواقع التي استعملها في حجز الفنادق أو الشقق، اللي هي booking.com و Airbnb. أكيد يوجد مواقع أخرى مثل hostelworld.com أو Agoda أو Trivago، لكنني أفضل booking لأنه يمكنك من الحجز بدون credit card أو بطاقة ائتمان، وهو مشكل معظم الجزائريين، يعني مشكل شائع تقريبا في بعض الدول العربية، لهذا فهو my personal favorite. بالمناسبة قبل أن نبدأ، يمكنكم إيجاد الروابط للفنادق أو بيوت شباب التي حجزتها بدون credit card في مختلف الدول التي زرتها، في تركيا، آسيا، إندونيسيا، ماليزيا، في إيطاليا، وكلها لم أحتج credit card لكي أحجز عبرها، وكانت الأسعار رخيصة جدا. عندما نفتح booking.com يمكننا أن نغير العملة فوق واللغة. مبدئيا سأختار اللغة الإنجليزية، لكن يمكنكم اختيار أي لغة، العربية أو الفرنسية، وأختار الـ US dollar كعملة، الدولار. يمكنكم أيضا اختيار عملتكم المحلية بالطبع. حسنا، كمثال سنختار الوجهة ماليزيا كوالالمبور. لكي نعرف الأسعار أو لكي نحجز، يمكنكم اختيار أي وجهة أخرى. سأقوم باختيار ليلة واحدة لنعرف سعر الغرفة لليلة الواحدة، ثم نختار غرفة لشخصان، ثم search. سيظهر لنا الفنادق الموجودة، لكن هناك filters سنراها بعد قليل. أول ما سنلاحظه هو النقطة، يوجد 6 7 8 على 10. سننزل إلى الصفحة، وعلى الجهة اليسرى تماما سنختار في الفلترز تحت reservation policy، سنختار book without credit card و no payment needed، وهذا ما سيمكننا من الحجز بدون بطاقة ائتمان. ستظهر لنا الفنادق، لكن booking سيضع لنا اختياراته هو، لهذا سأقوم أيضا بأعلى الصفحة بالتغيير price lowest first، يعني أسعار ستكون من المنخفضة وتصعد. في العادة ما أفعله هو أنظر إلى كل الفنادق أو الهوستلز التي تثير اهتمامي، ثم أفتحها في نافذة جديدة وأنظر إليها. اليوم سنكتفي بفتح الأول فقط، وسنرى إذا كان جيدا أم لا. أول شيء أفعله بعد فتح كل الفنادق التي أثارت اهتمامي والتي كانت أسعارها ضمن ميزانيتي، أقوم برؤية كل الصور، يعني أرى إذا كان مثلا هذا الأوتيل يظهر لي بأنه نظيف، جميل بالنسبة لسعره، أظن أنه جميل جدا. أوكي، شيء مهم، بعدما رأينا كل الصور واقتنعنا بأنه المكان جميل، الآن يأتي وقت قراءة كل التعليقات، يعني ليس كل التعليقات، لكن في العادة أقرأ 10 إلى 12 تعليقا. إذا كان هناك تعليق واحد أو سيء، واحد سيء أو اثنان، أقوم بإلغاء الفكرة وأقوم باختيار مكان آخر. لكن مبدئيا هذا في تعليقات، تظهر تعليقات جميلة، فسننزل إلى تحت ونرى ماذا يوجد، أي غرف متواجدة.
كما تلاحظون يوجد عدة غرف وعدة أسعار. هناك غرفة ب$9، هناك غرفة نفس الغرفة لكن بالبريكفست يعني بفطور الصباح $13، ثم يوجد غرفة ب$11. لكي نعرف الفرق يمكنكم الضغط هنا على اسم الغرفة بالأزرق Double Room with Shared Toilet. سنفتحها وسنرى الغرفة إذا كانت جيدة لنا أم لا. ثم نرى كل الغرف ونقوم بحجز الواحدة التي تكون مناسبة لنا أكثر. هذه هي الغرفة الأولى، لا بأس بها بالنسبة للسعر. الغرفة الثانية أيضا لا بأس بها. الغرفة الثالثة، يعني يمكنكم رؤية كل الغرف ثم اختيار الواحدة التي تناسبكم. بالنسبة لي سأقوم باختيار الأولى وأريكم كيفية الحجز. يعني كما ترون بوكينج من المفضلين لدي، لأنك يمكنك رؤية الغرفة، يمكنك اختيار الغرفة التي تناسبك أنت. أوكي، سأقوم بالرجوع إلى أعلى، اختيار الغرفة التي ناسبتني، أختار رقم 1 يعني غرفة واحدة لشخصين كما ترون، ثم أقوم ريزيرف. ستنفتح الصفحة جديدة حيث يطلب مني ملء معلوماتي. سأملأ اسمي ولقبي، ثم أقوم بإدخال بعد أن أدخل اسمي ولقبي أدخل الإيميل الخاص بي، الإيميل الخاص بي لكي يرسل إلي الـ confirmed reservation يعني الحجز الـ confirmed. يمكنكم رؤية تحت إذا أردتم حجز سيارة أو حجز الشاتل، يعني هذا لا يهمنا الآن. أما تحت سيخبرك في أي ساعة تكون غرفتك جاهزة، بالعادة يكون على الساعة 2 مساء، ويمكنك إخبار الأوتيل بأي ساعة ستصل، لكن هذا ليس مهم إذا لم تكن تعرف في أي ساعة ستصل. ثم نعمل continue. في الصفحة التي بعدها سيطلب منا إدخال رقم الهاتف، يمكنكم أيضا تحته اختيار yes I will keep my confirmation handy، وسيرسل لك confirmation يعني الحجز عبر هاتفك. فننتقل لـ Complete Booking وهكذا يكون حجزنا انتهى. إذن هو الآن يقوم بإرسال المعلومات لنا عبر الإيميل، وها هي معلومات الحجوزات. ستظهر لنا نافذة لفتح حساب على البوكينج، يمكنكم عدم فعل ذلك لكن أنا شخصيا أنصحكم بفعل ذلك. وعندما تصل إلى عدد محدد من الحجوزات تصبح Frequent Traveler مثل أنا، وتصبح لديك Discount يعني خصم 10% على كل حجوزاتك. إذن check your details، لدينا الـ confirmation number، لدينا الـ pin code، ولدينا يوم الـ check-in و الـ check-out. سننزل قليلا وسنرى السعر الكلي الذي سندفعه بالأورو أو بالعملة المحلية للبلد الذي سنذهب إليه. في هذه الحالة ماليزيا الماليزيان رينجت، الرينجت الماليزي. ثم إذا نزلنا تحت أكثر سنجد عنوان الفندق، سنجد رقم هاتفه. إذا كانت لديكم أي شكوك يمكنكم الاتصال وإخبارهم بأنكم ستصلون في اليوم الفلاني، هل حجزكم مؤكد؟ مبدئيا سأقوم بإلغاء هذا الحجز بما أنني لن أسافر إلى ماليزيا، سأقوم بإلغاء هذا الحجز الآن، وإلغاء الحجز مجاني كما ترون. ثانيا سأريكم كيف تحجزون هوستل يعني بيت الشباب، وأنا ذهبت إلى بيوت الشباب كثيرا خلال سفرتي. سأختار إسطنبول، سأقوم بإبقاء نفس التواريخ يعني ليلة واحدة، وسأقوم بنفس الخطوة التي هي اختيار no payment، ثم price lowest first يعني يكون الأسعار الفنادق التي ستظهر من الأقل سعرا حتى الأكثر سعرا. إذن كما نرى أقل فندق أقل سعر هو $39 لليلة الواحدة، وأظن أنه أمر غالي جدا. لهذا ما سأفعله هو في عود أن تسافر في عود أن أسافر في سبتمبر سأغير كل رحلتي مجددا. هنا لم أشتري تذكرتي بعد، فسأذهب وأغير مثلا وأختار شهر أكتوبر أو نوفمبر وأرى إذا كانت الأسعار أرخص. إذا كان الأمر كذلك يعني هذا هو الشهر الذي سأسافر فيه إلى ذلك البلد، يعني هكذا أقرر. سأقوم بنفس الخطوات reserve with book without credit card و price lowest first، وسنرى الفنادق أو الهوستلز التي ستظهر لنا. مبدئيا سأنزل كما أخبرتكم، يمكنكم فتح كل الفنادق التي تثير اهتمامكم. سأختار هذا لأن فيه breakfast included
بالنسبة للسعر اللاب 11 دولار أظن أنه سعر جيد جميل. مجددا سنقوم برؤية الصور، صور جميلة جدا للإنستغرام. هذا مكان بالفعل كنت سأذهب إليه إذا ذهبت إلى إسطنبول. والنقطة التي أريدكم خصوصا للبنات أن ينتبهوا إليها هنا وهنا، يمكنكم الحجز لأنه هاستل وليس فندق، يمكنكم حجز غرفة أكيد لوحدكم، لكن هذا السعر $11 هو سعر الدورمتري، يعني ستحجزين سرير في غرفة تكون فيها 6 أو 7 أو 8 بنات أو 4 بنات، وهذا ما أفعله تقريبا في معظم سفراتي. لهذا سنختار بالنسبة للبنات سنختار bed in female dormitory room، يعني female غرف للبنات. إذن bed in 8 bed female dormitory room. سنقوم باختيار سرير واحد أو سريران إذا كنتم شخصين، لكن إذا كنتم شخصين الأفضل حجز غرفة فندق بسعر 20 أو $24. أظن أن ذلك سيكون أحسن و you will have the privacy. لكن إذا كنت أو إذا كنت مسافرا وحدك، الأفضل أن تأخذ غرفة في بيت شباب في هوستل. بعد ذلك سأضغط على I'll reserve وسأقوم بنفس الخطوات التي اتبعتها من قبل. إذن كما شاهدنا يوجد بلدان كثيرة حيث يمكنكم الحجز بأسعار منخفضة جدا. كما أخبرتكم يمكنكم إيجاد روابط الفنادق التي ذهبت إليها من قبل في معظم الدول في مختلف الدول التي زرتها. لا تنسوا تفقد كل التعليقات، الصور التي ينشرها المسافرون، ويمكنكم أيضا رؤية النقطة على 10. أي شيء أكثر من 7.5/10 فهو جيد، لكن اقرأوا التعليقات. إذا كان هناك تعليق أو تعليقان سيئان فيمكنكم المشاهدة في property أخرى، يعني ملكية أخرى، فندق آخر، لكي لا تطيحوا على. ها هي بعض الفيديوهات للفنادق التي كنت زرتها من قبل في إندونيسيا، بعض الهوستلز في ماليزيا التي كانت نظيفة جدا وكانت من أجمل التجارب التي قمت بها. الأسعار كانت تقريبا من 5 إلى 10 يورو في كل ما سترونه الآن. إذن الموقع الثاني هو Airbnb، و Airbnb هو موقع جيد جدا إذا كنتم مسافرين كجروب أو كعائلة. يمكنكم حجز فيلا في بالي أو في إندونيسيا بصفة عامة في ماليزيا بأسعار خيالية، يعني إذا قسمتم سعر الفيلا أو الشقة على عدد الأفراد فيكون السعر خيالي per person للفرد. وأيضا Airbnb يمكنكم استعماله في حالة كنتم ذاهبون إلى بلد غالي جدا، مثلا عندما ذهبت إلى ألمانيا ذهبت إلى مدينة تبينغن، وكانت أسعار الفنادق خيالية جدا، يعني من 70 يورو فأكثر. لا يوجد بيوت شباب هناك، فبحثت عبر موقع Airbnb وجدت عائلة امرأة وابنتها يؤجران غرفة للبنات فقط، يعني أنا كبنت هذا كان أمرا رائعا جدا، وكان سعر الغرفة 30 يورو. سأضع لكم الرابط تحت في صندوق الوصف. يعني بصفة عامة قبل الحجز يجب عليكم تفقد مختلف الويب سايت، مختلف المواقع، مشاهدة الأسعار. إذا كان البلد إذا كانت أسعار البلد منخفضة فلا مشكلة، أما إذا كانت الأسعار عالية مثل بعض الدول الأوروبية فلا تنسوا تفقد Airbnb. فنذهب إلى Airbnb وأريكم كيف يمكنكم الحجز من خلاله. حسناً، أولاً سندخل في موقع Airbnb. ملاحظة أنني حاولت تغيير لغة للغة الإنجليزية لكن ذلك لم ينجح، لكن الأمر بسيط جداً. إذن لدينا أو هنا وهي أين، Where are you going؟ سنختار مثلاً بالي.
سنختار التواريخ التي ستناسبنا وعدد الأفراد، فلنقل بالي ستكون مناسبة لكم كشخص واحد أو مثلا إلى زوجان يريدان تمضية وقتهما معا، فسنختار رحلة إلى شخصان. ستظهر لنا كل البيوت الموجودة يمكنكم رؤيتها، البرايس فوق يمكنكم اختيار ما هي أكثر مبلغ يمكنكم دفعه، الليميت مثلا أنا سأختار 35 أو 40. ثم غرفها يمكنكم اختيار تيب دو لوجمون، يعني نوع ما يعني هل تريدون حجز غرفة في منزل أم شقة أم فيلا لوحدكم، فسأختار لوجمون أونتي يعني منزل بالكامل، سأقوم بحجز منزل بالكامل بهذا السعر. وسنرى ماذا ما هي الأوبشنز المتواجدة. كما ترون هنا يمكنكم اختيار بيت بالمسبح، يمكنكم رؤية كل الصور، الصور الانستغرام هنا ستكون جميلة جدا. لهذا بالي من يعني إندونيسيا بصفة عامة من أكثر الوجهات التي أحبها، رغم أنني لم أذهب إلى بالي بعد، لكن هذا يدغدغ مشاعري، أظنني أنني سأذهب قريبا. أوكي، بعدما اخترت حجز منزل بالكامل سأرى كل الصور، سأرى ماذا يناسبني، سأقوم بتفقدها. بالنسبة لي مثلا أي شيء فيه طبيعة كثيرا أو فيه مع المسبح فسيكون مناسبا لي. أكيد يمكنكم رؤية الصور هنا أو يمكنكم فتحها في نافذة جديدة ورؤية الصور كبيرة، قراءة التعليقات. مبدئيا سأختار واحدا وفقط، أقوم بفتحه في نافذة جديدة، ثم سأنزل على الجهة اليمنى. يوجد سعر الغرفة، أكيد السعر سيكون هناك 4 أو 5 دولار أكثر، وهي دي فري دو سيرفيس يعني مصاريف السيرفيس يعني التنظيف وما إلى ذلك. وبالنسبة للمنزل الذي اخترته يعني 26 دولار أو 30 دولار، هو سعر جميل جدا. يمكنكم رؤية هنا الأيام التي يكون فيها المنزل متوفر، وهي باللون الأخضر وباللون الرمادي أين لا يكون المنزل متوفر. يمكنكم أيضا إنشاء حساب عبر الفيسبوك، يجب إنشاء حساب لكي تقوموا بالحجز. وأعيد وأكرر، في هذا الويب سايت، في هذا في هذا الموقع تكون الكريدت كارد لازمة للحجز. يمكنكم إرسال رسالة أولا لمالك البيت إخباره أنكم تريدون الحجز عنده، ثم ملء معلومات الكريدت كارد. يمكنكم الاستعانة بأصدقائكم الذين لديهم كريدت كارد إذا لم تكن لديكم بطاقة ائتمان، والحجز يكون 100% آمن. إذا كان هذا هو فيديو اليوم كما وعدتكم من قبل، تيبس فيديو كيف يمكنكم الحجز عبر الإنترنت بدون كريدت كارد بالتفصيل. كما أخبرتكم يمكنكم إيجاد المواقع التي الروابط لكل الفنادق التي حجزتها من قبل في صندوق الوصف، يمكنكم تفقدها، تفقد الأسعار، والحجز إليها كان بدون كريدت كارد. يمكنكم الحجز هناك هوستلز ذهبت إليها كفتاة، أخذت غرف مشتركة للبنات، كان الأمر آمن وكان نظيفا جدا. وأخيرا شكرا لكم لمشاهدة الفيديو، يمكنكم الاشتراك عبر الضغط على صورتي هنا، ويمكنكم مشاهدة الفيديوهات السابقة التي قمت بتصويرها، وأراكم في الأسبوع القادم.